زي ما انتم شايفين مفيش اي خدمات خالص. صورة المياه ضربة قليلها اكتر من شهر هنا عشان كنت صور. رحنا جهاز المياه اللي في المدينة، المياه نفسه قالنا احنا مش مختصين لان احنا لسه المقاول ما سلمناش. طبعا قاعدين اسبوعين بدور على المقاول او بدور على اي حد شغال تبع المقاول عشان يصلح الماسوره بتاع الشارع، مفيش. طبعا ده مش شايفين الشكل المنظر العام، تمام. النظافه هم عايزين يدفعونا النظافه حوالي 720 جنيه على اساس ان المكان نظيف قوي. الكهرباء الكابل دي كلها ما بتنورش، المفروض ان احنا نيجي نقعد في العتمه في الهو ده كله. بس احنا بنطلب شوية اهتمام من المسؤولين، نلاقي جهة معينة نروح عندها ييجوا معانا يصلحوا العطل بتاعنا او يشوفوا مشكلتنا ايه ويحلوها، او على الاقل نلاقيهم اصلا يعني. فانا واحد من الناس عايز اجي اقعد هنا وقاعد بأجار بره، بس مش عارف اجي لان سوء الخدمات اللي هنا عندنا زي ما قلت لك، مشكلة في المية، مشكلة في الكهرباء، تمام. مشكلة وانت بتيجي تشطب، يعني انت لو هتيجي تشطب حاجة او هتعمل شغل هنا انت عايز كهرباء ولسه ما عندكش كهرباء. هتيجي تاخد كهرباء هيعمل لك محضر، هتيجي تركب ميه هيعمل لك محضر، وتيجي تركب على العدادات مشكله. عايزين 720 جنيه نظافه، عايزين 1700 جنيه تامينات، ده غير تكاليف العداد وغير تكاليف عداد الكهرباء والميه. هم بياخدوا 720 جنيه نظافه. انا نفسي افهم 720 جنيه نظافه على ايه. حضرتك انا خدت هنا من 2008 لحد الان، اول ما خدناها ولا اي حاجه، كل ده عملناه على حسابنا. كنا بنجيب تانك الميه ب 150 جنيه. بعد ما جهزت وعملت بيتي فوجئت الجهاز مفيش اي خدمات حضرتك، لا في كهرباء، مواسير الميه بتضرب، في اهمال، البيوت اتسرقت. اديك زي ما انت حضرتك شايف ورايا كام بيت مسروقين، السور بتاعهم اتسرقوا، البيوت هنا هجرت، مفيش حد عايز يجي. الناس بتيجي تفتكر الدنيا هنا حلوه، يلاقوا الدنيا خربانه ياخدوا بعضهم ويمشوا. جيت بالليل حضرتك الشوارع مضلمه هنا، ومفيش خدمه ولا في مواصلات. تلاقي بالليل تلاقي زواحف طالعه علينا. الجهاز دفعنا رسوم النظافه 640 جنيه على شارع ما اتعملش فيه حاجه. انت الجهاز، انا بسال الجهاز، انت عملت ايه في الشارع عشان انا ادفع لك رسوم النظافه؟ رحنا الجهاز نركب ميه، ما كانش فيه عدادات ميه، قالوا وصلوا لحد ما تيجي العدادات. وصلنا مواسير الميه ورغم ان انا ما استغلناهاش، انا ان وصلت الميه انا وصلتها بناء على كلام الجهاز، عشان زرعت شجرتين قدام بيتي بس بيهم. انا جهزت وسلمت الجهاز في خلال سنه. فجاه الجهاز بيدفعني 150 جنيه، وبعد كده رفع الرسوم 250 جنيه، وفي الجهاز قالوا لنا من 1/10 هتبقى 1200 جنيه عشان الناس ركبت اي ميه على البيت. يعني بص حضرتك، عايزك تصور البيت اللي قايم اللي ورا ده تعالى بص حضرتك، ادي قايم بيت حد قاعد، اديك شايف البيت مهبوب، ركب اي ميه ده يدفع له فلوس ليه؟ طب ما هو عايز يقدم على العداد، تدفعني 1200 جنيه ولا 250 جنيه ليه؟